صباح الخير لكم اصدقائنا المشاهدين المحطه هلا مع كلمه الفلك البدايه بتكون مع الحمل يلي اليوم هيك شايف كتير حاله متعالي على الاخرين يمكن قد ما صار معه امور قد تعتبر بين هلالين جيده باليومين يلي مرقوا حاسس حاله عم بيحكي من برجه العاجي سيما اليوم الثور يتخبط بوضع اقتصادي مش ولا بد مش هيدا هو الوضع يلي بده اياه الثور مش هيدا هو الوضع يلي بيحلم فيه الثور مشان هيك اليوم بتلاقوه معصب شوي ومنه على بعضه جوزاء ما كان كراوح لا تقدم يسكر بالنسبة للعمل ولكن بالنسبة للحب هناك وثبة نوعية أنت والحبيب على تواصل تام بتفهموا من الإشارة مثل ما بيقولوا اللبيب من الإشارة يفهم فأنت اليوم بتفهم الحبيب من الإشارة سرطان صباح الخير عم بيحضر حاله السرطان مليا للأعياد كثير مبسوط بالعيد كثير مبسوط بأجواء العيد رغم أنه عنده بعض الصعوبات المادية ولكن حاليا متفرغ للتفكير كيف بده يقضي هالعيد الأسد أنت أسد اليوم بكل ما أوتي للكلمة من معاني قادر تقول كلمتك وقادر تخطي خطواتك الجبارة نحو الأمام ما حدا في يردك لورا أنت اليوم مفعم بالحركة الحيوية والنشاط وما حدا قدك العذراء هيدي المسحة من الحزن أو من التعب المرسومة على وجهك هي لازم تغادرك إلى غير رجعة لأنه بالنتيجة لا يصح إلا الصحيح فما تفاقم الأمور أكثر وأكثر نصل الى الميزان، الميزان مستسلم اليوم للقال وللقيل ولكلام الناس، نحن بدنا نقول لك اليوم ودائما كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، شو بدك بالاخرين شو بيقولوا عنك؟ اسمع لاحساسك ولقلبك قبل ما تاخذ اي قرار خاصة اذا كان قرار مفصلي. العقرب صباح الخير حلو كثير يلي عم تعملوا لانه عم تاخذ وتعطي مع الشريك بطريقه اثنيناتكم تفهموا بعضكم دون اي هيك تكبر او فوقيه بالتعاطي وهذا الامر بيعطيك المزيد من التالق خاصه اليوم القوس عم يمشي خطواته ثابته نحو الامام مكلل بالثقه بالنفس والحلو انه دائما بفكر انا بدي اطلع على السلم درجه درجه ما بدي احرق الاوقات والساعات وهيدي شغله انت فعلا هيك بيرفعلك لك القبعه عليها لانه عم بتفكر بطريقه سليمه جدا الجدي ينصرف ينصرف اليوم عفوا الى الاهتمام باعماله الخاصه يمكن اعمال المنزليه يمكن متطلبات شخصيه ولكن اليوم بده ينسى شوي بده يقيم على ماله شوي الشغل العادي وبده ينصرف لحاله ليش لا انت بيطلع لك كمان تهتم شوي بحالك الدلو حبوب كتير وقلبه طيب واليوم بيعطي زبزبات إيجابية للآخرين ومننصح كل الأشخاص يلي هيك مثل ما بيقولوا مضايقين كتير مقبسي معهم كتير ما يكونوا إلا مع الدلو لأنه بيقلب لهم المعدلات رأسا على عقب وأخيرا إلى الحوت اليوم نصيحتنا لألك ما تفوت بمغامرات لا تحمد عقبها ما تفوت بدهاليز انت مش ضمنها لان يمكن تفوت بفكره على اساس هي منيحه وجيده وبمكانها الصحيح وما تطلع بمحلها وتفوت بالحياه انتبه كتير منيح نوصل لمولود اليوم لنوجه له تحيه كتير كبيره ونقله عقبال 100 سنه بيكفي انك خلقان بهالشهر هيدا مولود اليوم مبدع فنان صاحب افكار ناجحه عنده قدره على التعالي عن الصغائر لا يحب الاعمال الطويله ودايما ما بيحب انه يكون تحت الضغط من سلبياته ما بيعجبو العجب اوقات من ايجابياته انسان حنون جدا هالسنه سنه التطلعات المستقبليه تحيتنا لكل مواليد اليوم اخيرا الخيطين بيكون مع وليد وليد يعود إلى أصول عربية وبيعني المولود الجديد وليد بحكم عقله لما لازم يحكمه بحكم قلبه لما لازم يحكمه نشيط وحيوي أحيانا متسرع يتقن عمله وليد ولا يرضى بإنصاف الحلول عنده وجه واحد مع الآخرين يكره الأقنعة وأكره أمر على قلبه الكذب ويقع في الحب وليد أكثر من مرة في حياته تحياتنا لكل وليد عم بيتابعنا هذا كل شيء إلى اللقاء